لما اتقال عليك لو اتشطط عليك تلاجة هتخش جون. طب خلي بالك من اسئلتك. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ انهي علاقتك بالاهلي على تويتر؟ ليه هو الاهلي لما جيت عقد معاك اتعاقد معاك على تويتر؟ لا ما كانش في تويتر ساعتها. الله عليك احسنت يا ابني والله. يعني ايه ماسك الهوا؟ لا ما قالش ماسك الهوا، ده عبد الحليم اللي قال كده بتاعتي. ما انا عارفه دي اغنيه عبد الحليم، هم غنوها لك؟ ما غنولكش الاغنيه دي؟ لا لا. طب غنوا لك ايه؟ قالوا الولا ولا هو خرم افريقيا اهو. اللي يخلي رمضان صبحي ياخد 90 ولا 100 مليون يخليك انت تاخد كام يا كابتن شريف اكرامي مثلا؟ قول لي كده. ها ايه ده؟ ايه ده؟ طيب رمضان صبحي عنده اسباب، اساليني بقى هي اسبابه. عايز تعرفي؟ اه اعرف منك ايه هي اسبابه. مش دعوه. اصلا سالت السؤال ورمي طوبتك. ورمي طوبتك اساسا. انا عارف انت مش هتقول. انا بقالي 38 سنه بلعب كوره. وانت يعني عندك سنه بتلعب كوره؟ 30 سنه. اقول من 8 سنين مثلا. كنت لسه هقول لك. طيب انا بصلح لك.